السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في ملعب الموسم. صراحة في مباراة قوية، يدي بدأت ترتجف، قالوا أنه يلعبوا، وأنا والله يا أخي والله ما فيني حيل ألعب. فريقنا فيه كله شياب، بس أني لعبت عشان لا يقولون ما لعب، وإذا ما لعبت بيقولون يا جماعة الخير ليش ما لعبت، فعشان كذا أنا لعبت. جزاكم الله خير أخ. والله مشكلتنا نحن فريقنا مرة لعيبة بس ما هم راضين يلعبوا. يعني أبو سند شوفوا جالس هناك مو راضي يلعب، يقول لك والله حتسيل يجيب لي رابو، وهذا والله رايح، انا عمري قاعد اخذ مفتاح سيارتي قاعد اغير في السياره ولا جابه، وهذا قايدنا حايس، والنقيب يقول لك عنده رباط، وهاني مقبل ظهري. طيب ايش نسوي؟ ايش نسوي؟ ها شوف يا جماعه هذا الفريق. ها هاني مقبل ابو سند، هيا انا موجود معكم فريقنا. مو يعني اذا اكتمل فريقنا، اذا جاء وقتنا حنكتمل ونلعب. سلمان اليوم الفريق اللي حيلعب ضدنا باختصار حندمره تدمير. رياض ابو الوليد، تعال 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 تعال. اللعبة صارت أجمل، صرتم باللعبة أمهر، ويشجعكم جمهور، ما أجمل هذا المنظر، ما أجمل هذا المنظر. قد أعطيتم مجهودا في أروع سوري يظهر، المجتهد له أمل والمؤمن حقا يخسر، والمؤمن حقا يخسر. اللعبة صارت أجمل، صرتم باللعبة أمهر، ويشجعكم جمهور، ما أجمل هذا المنظر، ما أجمل هذا المنظر. قد أعطيتم مجهودا في أروع سوري يظهر، المجتهد له أمل والمؤمن حقا يخسر، والمؤمن حقا يخسر. حاطين فريق كله صغار شباب يبون نفوز عليهم. انا اقول القادم افضل ان شاء الله. فريق انا فني فني، فريق انا فني فني، فريق شباب، فريق انا فني فني. يا ربي المهم اهم شيء الاخلاق حبيبي، لما تكون اخلاقك طيبه ما شرف تفوز في مباراه كره. ابراهيم والله خايف عليه يا اخي، رجله تعبانه وخايف عليه انه يتحمس. ابراهيم يحب الكوره وخاف يتحمس والله. لكن صراحه بهالمناسبه كانت مباراه بين مركز الملك سلمان الاجتماعي وبين يعني فريق شيبان وفريق شباب، طبيعي 3-0 كويس. عباس ايش الهزيمه هذه يا اخي؟ مو هزيمه، احنا فريقنا كله شباب. اكثر واحد صايح ترى اللي ما يعرف يلعب ناصر سي عبد الله وسهيل المطيره ابو رزان وعلي عزازي. اذا محمد عباس شايف نفسه انه شايب، احنا ما عندنا مشكله، هو يقول احنا شيء، احنا بالعكس. اقل واحد فيه عمره 38 سنه. على عزاز موضوع خطير والله. وين الشايب؟ مين الشايب؟ انا الشايب. الله انك عجوز. تعال. والامور كانت طيبه والحكم شويه ربما، لكن ان شاء الله القادم احسن. نعم لكن اطلق الجزائر الذي في داخلك. يلا اذا ما راح اللاعب، إذا راح اللاعب راح، إذا راح الكورة القط اللاعب، هذا هو حله. ما عندنا لا 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 المباراة هذه. يا ليت تجيب الحكم وتقول له ايش قال لك وليد قبل المباراتين. توقعاتك للمباريات، توقعاتك للدوري؟ أنا واثق بإذن الله تعالى أن فايزين في المباراتين إن شاء الله. حتى وقت الحواري والله ما كنا نسوي بلنتيات زي كذا، هاني ينعفط جسمه ودخل رجلينا في رجلي وريد ويوسف فال مع الريح منه وطلعت مع بطنه. والله أنا أحس كذا في رجل حشة الله تقول كذا. نحن المباراتين هنا حتكون هذا الفريق فريق مدعوم بالحكام، احنا الجمهور ضدنا والهواء والشمس، لكن بذلنا مجهود. مبروك الهزيمه، الله يبارك فيك وخيرها بغيرها. صح ان انهزمنا لكن هزيمه بطعم الفوز. خليك على الهواء، خليك من هذا ولا عزاء للفريق الاصفر. هذه مباراه تسخين والقادم احلى، لانه التسخين على الصفر يا لا العبره بالخواتيم. انا ما يهمني يفوز في اول مباراه وبعدين نفوز عليه في النهائي، واذا ما فزنا ترى حتى الاداء حلو.
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هذا الفوز هو دائما حليف اتى، معليش احنا الفوز عندنا طريق. والله ما فازوا من هزموا يا حبيبي، لا تحلف بالله العظيم. الحين من يسفر الكوره؟ ما هو فريق اثر ناصر سي عبد الله. شوفوا شوفوا هذا ناصر سي عبد الله سفر الكوره. ما هو الفوز بمعيارك؟ فزنا بالبلنتيات 2-1 لنا، والنصر والفوز لهذا الفريق. غيم والخيرات، غيم برتقالي. لا استطيع التعليق حقيقه، بذلنا كل ما نستطيع، لكن التوفيق التوفيق. الوحيد اللي كان يلعب فريقنا هو عبد الوهاب. لا انا لعبته والله، ما قصرت والله. انا الميزه شباب عند بس ان عند اللعيبه كلهم لعيبه خبره. أيه صح، انقسم اللياقه لكن لعيبه خبره. لكن شوفوا اهم شيء، نعم اهم شيء ان تركنا اثر. نعم تركنا اثر بالغ بالتحدي. هذا شعار، هذا شعار، هذا شوف شوف شوف. ساترك اثر، ساترك اثر حتى في الرياضه، ساترك اثر. لا تنزل زياده ترى، يعني ساترك اثر بس ساترك اثر عشان كل شيء. يلا شكرا، فرصه سعيده. يا مدير القروب رمضانك مبارك، يا مدير القروب رمضانك مبارك، يا مدير القروب رمضانك مبارك، يا مدير القروب رمضانك مبارك. اريع الموسم الموسم